بدنا نحكي عن أول. أول شو معنى أول بالإنجليزي؟ بومي. بس هي بترمز ل ويب أونتولوجي لانجويج، وهي زي ما كنا هي اللغة، يعني هي لغة لغة أونتولوجي عشان نكتب الأونتولوجي فيها. ها بجوز ما خدناش لحد الآن شيء الأونتولوجي بالتفصيل، بس هلا بنشوف إنه من ناحية خلينا نقول فنيا هي عبارة عن إكستنشن للآر دي إف والآر دي إف سكيما. يعني وهو ما جبناش إشي إحنا في يعني في الآر دي إف شو سوينا؟ عرفنا كم منتاج قدرنا نكتب فيهن داتا، بعدين زدنا عليهن 6 تاجز كلاس وسب كلاس وبروبرتي وسب بروبرتي ودومين ورينج، هاي الآر دي إف سكيما، وزدناهم وبالتالي صرنا وكأننا نعمل إشي ونعمل سكيما لهاي الآر دي إف. هلا بدنا كمان اكثر من هيك، بدنا نعمل اكستنشن للار دي اف سكيما. بس هو الاكستنشن نسويها مش بدنا نضيف شيء على نوع جديد من انواع الريليشنز، وكل اللي بدنا نسويه نضيف كونسترينتس على الار دي اف سكيما. طيب لو نضيف كونسترينتس على السكيما بس هيك، بس كل واحد منهم تقدر تشوفها لانجوج بحد ذاته، الار دي اف لانجوج بحد ذاته، الار دي اف سكيما شفناها لانجوج بحد ذاته وشفناها اكستنشن الار دي اف. هون نقدر نشوف اول كلانجوج بحد ذاتها وكاكستنشن لغيرها. هاي الريدنجز طبعا انا كمان مره بحط اللي بده يقرا يتطلع على الجايد اللي هو الستاندرد. اوكي كنا اول ستاندز فور ويب اونتولوجي لانجويج، انعملت كسكيما بس لا فوق الار دي اف، وهي حكينا يعني شو الفرق بين سكيما في عالم الار دي اف وسكيما في عالم الداتابيس والاكس ام ال. طبعا مكتوبه في الاكس ام ال، هي عباره عن هي اكستنشن اصلا للار دي اف. وكمان مرات الاشياء بنقول اوه هاي طويله وصعبه، هي مش طويله وصعبه، هي معموله للكمبيوتر مش للانسان اللي يفهمها. اوكي في ثلاث انواع من الاول، هذا اللي بدي اقوله، في ثلاث انواع من اول. ثلاث انواع هذول، في واحده اسمها اول فول اول دي ال واول لايت. اول لايت اللي هي يعني خلينا نقول في كونسترينتس معينه بس ما بتدعمش كل شيء. في فيرجن ثاني من اول بزيد اكثر بنسميه الاول دي ال، وفي كل الامكانيات موجوده باول فول. يعني في ثلاث انواع من اول. هلا انت مش يعني انك هم مش بيختلفوا عن بعض مثل هذول، انه مش بدنا ندرس ثلاث لغات مثلا في النقطه الفلانيه هاي، اذا التول اللي بتستعملها في اول مثلا كنت او هاي تدعمش كذا او هاي الشغلي انا بس بدي اول لايت بديش اول فول. ليش كل هاي الاشياء؟ لانه في اخر المحاضره هنحكي عن بروسيسنج للاول، هاي الكونسترينتس. إذا بدنا نحكي عن كل إشي هذا له ثمن بالكمبيوتينج، بكلف حسابات كبيرة بالنسبة للكمبيوتر، وبالتالي ما بيلزمش في كل فيرسز. يعني زي تقولوا هيك تخيلوا سي وسي بلس بلس وسي، لا إشي أعلى من سي بلس بلس. هلا سي شو الفرق بين سي وسي بلس بلس؟ في اشياء هاي مثلا كل شيء بسي موجود بسي بلس بلس بس مش العكس. هون نفس الفكره هذا اللي بدنا نحكيه. طبعا هاي ستاندرد دبليو 3 سي ستاندرد، مش عارف والله انا سنه بس بتوقع بدايه الالفينات يعني. هلا هون في هاي الرسمه مش عارف يعني مدى خلينا نقول، بس عشان بشوف دائما الريسيرشرز بيستعملوها جبتها.
كل كنه اذا بنشوف عالم العالم الداتا والانترنت شو اقل شيء عاده بيكون نحكي على اليو ار اي واليونيكود بعدين اجت الاكس ام ال بعدين عملنا الار دي اف بعدين زدنا شوي صغيره هون ايش الار دي اف اس بعدين حطينا الاول يعني انا هاي نسوكم منها هاي بدنا ناخذ الاول هلا وفي شيء اسمه سباركل سباركل شيء هي كويري لانجويج لار دي اف وفوق هو بيجي يونيفاينج لوجيك يعني هو المقصود انه هاي وهاي وهاي هم من ضمن نفس اللوجيك بس انت عشان تدرسوش المنطق يعني احنا عادة الطلاب اللي مدرسهم بالجامعة بندرس المنطق وبنحكي اول من وجهة نظر المنطق علم المنطق يعني لانه في اشي اسمه first order logic وفي اشي اسمه description logic والى اخره فهي اول عبارة عن description logic يعني وبعدين في عملية proof trust هذه يعني شغلات خلينا نقول علمية بس على كل حال لحد هون يعني هي بس الفكرة انه من text ل XML ل RDF ومكادين نطلع شوي شوي طيب خليني بس انا اشوف هون كلمتين بس يعني في احنا فينا توتوريال كامل عن what is ontology بس لحد الان كل اللي بنعرفه عن ontology انه ايش انه انا لما بدي احكي مع حدا في ديكشنري مشترك عرفنا كيف نكتبه مش عرفنا كيف نكتبه بار دي اف سكيما ولا لا واخر شوي بنقدر نكتبه باول وبالتالي هون الانتولوجي عرفناها من وجهه نظر انه هي عباره عن ديكشنري شيرد مينينج شيرد ديكشنري بس عشان الناس تعرف شو معنات فيرست نيم شو معنات لاست نيم شو معنات بس عشان تعرف هاي الكلام ف بصراحه بكفي لحد الان نعرف هاي الشغله لانه راح رايحين احنا في توتوريال كامل يعني ها بس بدي اقول واضيف نتف صغيري بس انه انت يعني سواء مكتوبه عندك ار دي اف اس او عندك او ار ام سكيما شوفها كأنتولوجي خاصه لما تكون شيرد تقول هاي او ار ام سكيما عملتها عشان الوزارات تتناقل معلومات عن اشخاص يعني يتبعوا هاي الاو ار ام سكيما شو يعني يتبعوا اوكي هم الاو ار ام سكيما مرسوم رسم بس تقدر كمان تعمل لهم اياها ار دي اف اس ولا لا ولا لا يعني كمان مره كنا الانتولوجي عباره عن شيء شيرد بين الناس انه هاي عامل معاني الاشياء هاي الدكشنري لما نحكي معاك في بيننا قاموس مشترك واحنا هيك نعمل مثلا للوزارات لما يتناقلوا داتا يعني على سبيل المثال وزاره الشؤون الاجتماعيه بدها تعطي وزاره الصحه معلومات عن اشخاص بالتالي بدهم ايش بيعملوا زي سكيمه مشتركه بينهم بصير هاي الدكشنري اللي بينهم هاي بصير انتولوجي بينهم بدنا نعمل شيء اعم لكل الوزارات نعمل انتولوجي لكل الوزارات كيف بنكتبها الانتولوجي وين من يكتبها بوار ام سكيما اذا بدنا شو المشكله ولا شيء هلا بجوز واحد كل ما هي الاور ام سكيما هي رسمي يعني ما نعملهاش بروسيسنج صح يعني هي رسمي موديل ما بقدرش اعمل عليه فاليديشن اصلا يعني فاليديشن بالمعنى انه انا عندي داتا لا انا عندي اور ام من جهه وعندي داتا بدي اقول تطابق الاو ار ام على اكل نفس المسميات فيش طريقه ليه لانه هي عباره عن رسم جراف في ايمج صح فما بس الانسان فممكن شو اساوي من او ار ام اكتب ار دي اف سكيما والفاليديشن بيصير على الار دي اف سكيما واو ار دي اف سكيما ما عم يكون الكونستنت بتاعت الاو ار ام اوكي هون اجت الاول شفتوا لحد الان كيف نشوف الاشياء بس طبعا ليتر حنعرف تماما شو الفرق بين انتولوجي وداتابيس سكيما لانه هلا انا بديش اخربشكم بس هو في فرق كبير بينهم بس فرق فلسفي هذا بندرسه بالتوتوريال 4
والتالي تطلع ربعه very interesting يعني. طيب هلا زي ما قلنا انه هي اصلا فكره الاول اجت مش عشان تحل مشكله الداتا انتجريشن بين داتا بيسز بقدر ما يعني بس كمان المهم كان اللي هي عالم الانترنت هو عالم السيمانتيك ويب، لانه احنا لما نعمل ديسكريبشن للداتا الموجوده في الويب بيجز زي ما حكينا المره الماضيه بحاجه كل واحد يروح يعرف من عنده اللي هو الفوكابولري اللي بيستعملها بار دي اف وباوي، فهي الحاجه وكنا بدنا لغه فيري اكسبريسيف حتى نقدر نعبر فيها عن اشياء. يعني مثلا على سبيل المثال لو بشرى بنت ار دي اف سكيما ومصطفى بنى ار دي اف سكيما ثانيه وكل واحد منهم او في اشياء كثير مشتركه بينهم، تيجي مثلا سلام بذكر او انا بدي ادمجهم مع بعض، مش ادمجهم مع بعض اكيدهم واحطهم مع بعض وارمي الثنتين الاولانيات، لا انا بدي اعمل مابينج بينهم. عمليه المابينج بدك تولز مش بمعنى ابلكيشنز، بدك زي لانجويج تعمل الماب بينهم. اول معموله كمان لهيك يعني بتقدر تعمل ماب بتوين تو ار دي اف سكيمز. فهي الفكره كلها كانت ذات علاقه بالسيمانتيك ويب. خليني امشي، شو الفرق بين اول وار دي اف؟ اول allows constraints باختصار شديد جدا زي ما حكينا ما فيش اشي جديد. طيب فول اول يعني خذهم بالتسلسل، اول لايت اول دي ال اول فول. انت لما تصير تعرف جوا الكونستراكت تاعت اللانجويج بصير اوه هاي مدعومة هاي تدعم، هل هاي الكونستراكت اللي كانت تسوي فيها هاي اول فول ولا باول دي ال ولا باول لايت؟ طبعا اول لايت هي مش لايت، هي بصراحه اكسبريسيف يعني فبتكفي عاده يعني الناس معظم الناس بس تعرف اول لايت. طيب اوكي خليني امشي وادخل فهي صارت ستاندرد وينتا من 2004. هلا طلع اول 2، خلينا ناخذ شويه معلومات عن اول احنا قبل ما ندخل بالتفاصيل. طلع اول 2 يمكن العام، لا والله 2009 شوي صغير زيادة على أول، بس ما كانش إشي كبير. بس كونسترينت، لا السينتاكس نفسه ما تغيرش السينتاكس. بعرفش مرة ما سموها أول شو بتختلف ولا إشي، يعني في شوية اختلافات صغيرة فري أدفانس يعني مش بالأشياء الأساسية الاختلاف، الأشياء اللي فري أدفانس حتى إحنا ندرسهاش يعني. يعني بالتالي بعتبر حالي لما بدرس اول كمان بدرس اول 2 لانه الاختلافات في شيء اسمه رين كونسترينس حتى بوارين ما بعطيكم شيء هم انا ما بدناش ندخل في تفاصيل، فبس ما فيش شيء ثاني. في بس للمعلومات بس اعطيكم هيك شويه تعرفوا عالم المنطق كيف بلش من ايام ارسطو. انعمل منطق اسمه بروبوزيشنال لوجيك، خدتوه بالمدرسه، خدتوه اكثر في المدرسه طبعا. هذا كل في حدا ما خدش ديسكريت ماث بالمناسبه؟ ما عمروش درس ماده اسمها ديسكريت ماثماتكس؟ هذا حتى درسته في هو اللوجيك الاعلى. هلا البروبوزيشنال لوجيك هو الجمله هاي بتكون يا ترو يا فولس ونحط بين الاند اور ونعمل التروث تيبل هذا حتى لدرجه ديجيتال ديزاين كمان اخذه. هذا البروبوزيشنال لوجيك اللي اخترعه مش هذا مش في عالم الاي تي بالمناسبه، هذا بعالم الفلسفه من ايام ارسطو. هلا بعدين اجى ضافوا عليه شغلتين صغار بس غير المجرى المنطق اللي هن الفور اول ذير اكزيست، هاي الاشاره اللي زي اي معكوسه تذكروها والاي لفوق وبكلبها هذا ذول. هذا اللوجيك صار اسمه فيرست اوردر لوجيك وظل هذا العالم موجود والناس تعمل ابحاث فيه. ولما كنا نعمل زمان اكسبرت سيستمز او اللي درس كمان ارتفيشال انتليجنس
وكنا نعمل اكسبرت سيستمز في الزمانات كلها مكتوبه بالفيرست اوردر لوجيك، ونعمل ريزنينج انفرنسينج يعني استنباطات واستنتاجات. و بس اللي المشكله وين كانت، وهذا كمان قلت لكم اياه لما اخذنا او ار ام، انه لو انا عندي ادبسط المساله، لو انا عندي هيك نسميه اكسوم جمل منطقيه كثير، هل بقدر اقول في بين كونتراديكشن؟ يعني لغه او ار ام عندي او ار ام سكيما، هل في رولز كونتراديكتينج ايتش اذر او امبلاينج ايتش اذر؟ لو بدك انت تبني تول تساويها، هلا هذا اثبت علميا انه مستحيل انك تعمل كومبليت ريزنينج، بمعنى انه اذا تعطي هالاو ار ام سكيما او هالبزنس رولز او هاللوجيك اللي كتبته تعطيه للريزنر بتقول له في كونتراديكشنز، هلا ممكن يقول لك هون وهون وهون، بس مش معناته فيش غيره، مش معناته فيش غيره. هذا لحد هون وصل العلم. لحد سنة 2000 طلع لوجيك جديد اسمه ديسكريبشن لوجيك. هذا اللوجيك لا بتعطيه وذكر لك هذول، بس المشكلة اذا قلت فيش فيها مشكلة معناته فعلا فيش فيها مشكلة السكيما تبعتك او الاكسيومز اللي انت كتبتهم، الجمل المنطقية اللي كتبتها او البزنس رولز اللي كتبتها فعلا بيطلع فيش في مشكلة. هو الديسكريبشن لوجيك اشي صغير برضه، بس يعني بيخليكيش تحكي بكل اشي، وبالتالي قدروا يحددوا وين المشاكل ها وعملوا لوجيك جديد. هلا اول بس اعرفوا هاي الشغله، اول عباره عن لوجيك اسمه سترويك. هذا اللوجيك هو هذا ديسكريبشن لوجيك. هذا اللوجيك يعني او خلينا نقول شو علاقته باول باللوجيك، بتعرفوا بنكتب الاشياء في سيمبلز في رموز معينه باللوجيك عاده، مظبوط؟ هذا بنفعش معانا لما نكتب بتكست فايل، صح؟ هلا اول عباره عن اكس ام ال سيريالايزيشن للاول، يعني هي اللوجيك هذا هو سترويك بس مكتوب طريقه اكس ام ال بس. هاي هي الفكره. هلا شيء الريزنرز، شو يعني الريزنرز؟ المستنتج هذا يعني ريزنينج انجن، اللي هو اللي لو انا اعطيته هاللوجيك المكتوب واعطاني اياه بدي اعمل عليه اسال اسئله، بدي اعمل تشيك، بدي اعمل فاليديشن ساتسفايبيليتي فاليديشن، بدي اعمل اللي بدي اياه. شيء الريزنينج انجنز الموجوده اللي بتدعم اول، هي بتدعم اللوجيك كمان بشكل عام. في شيء اسمه ريزر برو، وفي كمان بيلت ريزر انعمل في مش عارف يعني جامعه في المانيا، في منه كوميرشال فيرجن وفي منه اكاديميكيشن فيرجن. في بيلت انعمل في ميريلاند يونيفرسيتي، هو عباره عن جافا لايبرريز، هو مش انجن هو عباره عن جافا لايبرريز عاملين. وفي الفاكت بلس بلس، واساساته اتوقع انها من مانشستر يونيفرسيتي، وبعدين بعدها نفسهم هذول عملوا الهيرميت. هذول عباره عن ثلاث او اربعه ريزنينج انجنز اللي لو اعطيته الاول تقدر انت فعلا تعمل. يعني على فكره انتم مثلا بدكم تعرفوا لما تكتبوا شوي بالاول بدخلها على الريزنر بتسالوا كله ساتسفايبل ولا مش ساتسفايبل، عارفين شو يعني ساتسفايبل صح؟ لا شو ممكن درسناها انه هل في rules contradicting each other؟ خذنا الرول ساتسفايبيليتي والكونسيبت ساتسفايبيليتي والسكيما ساتسفايبيليتي. هاي الاسئله لو حتدور لو انه يعني انت عندك بالاول تاخذ الاول تبعتك ودخلها على الريزنر تقدر تسال بدك اياه، فاهمين كيف؟ تقدر تسال بدك اياه. طبعا انا ما بقولش انه احنا هاي لازم تستعمل، يعني مش انه هاي بدونها مستعملش اول امبلا،
بس اذا بدك تعمل نوع من الريزنينج تقدر تستعمل هذول الاشياء. طيب خليني انا امشي اكثر. هلا ناخذ اول باب مكسر عندي السلايدز. عندي سلايدز كثيره انا على فكره بس نقسمهم عشان ابسط المساله. اول شيء هلا بناخذ كلاسز وانديفيدجوالز وبروبرتيز وسبيشال كلاسز اند بروبرتيز. بعدين بناخذ كونسترينتس اكثر. كلاسز هلا تذكر الكلاس ار دي اف سكيما شو كان؟ كان زي في لينك عندنا كنا نحط ار دي اف نقطتين وكلاس. روحوا على الار دي اف اس هذا اللينك يعني نيم سبيس كله. اذا تعريف الكلاس وين موجود؟ بالار دي اف اس موجود في مكان معين اسيرفر للدبليو 3 سي مزبوط. هلا في اول كلاس في ايش اول كلاس شو بيختلفوا عن بعض؟ انا شخصيا على الاقل انا شخصيا بعرفش اعتقد انه نفسهم 100% بس كل واحد في سكيما يعني كل واحد معرض وهي بس عشان بقول لك يعني بدون شغلات صغيرة بس يعني هو نفس الكلاس بس احنا هلا لما نكتب بالاول نحط اول نقطتين كلاس. طبعا عارفين انه هاي اول نقطتين كلاس هاي نيم سبيس ها يعني انا اللينك مش عندي لازم احطه هون. ها هاي شو الكلاس؟ الكلاس هاي اول نقطتين كلاس ار دي اف بيرسو سيتي كانتري بوك. هلا شو مقابل الكلاس هذا بالاو ار ام؟ هلا عاد كل شيء بدنا ناخذه اليوم بدنا ناخذ قباله بالاو ار ام نتذكر بالاو ار ام شو هو؟ اوبجكت اوبجكت تايب. هاي الاليبس دائرة دورية هاي هي عبارة عن كلاس. بالاي ار نسميها وبال يو ام ال كلاس. فيها اي شيء؟ خليني بس اضيف على معناتكم بس شغله صغيره انه يوزر ديفايند كلاسز ويتش ار سب كلاسز اوف ذا روت ثينج. كل كلاس هو سب كلاس اوف ثينج. في بالاول شيء اسمه ثينج انهرت منه وهنا نفس الفكرة. طيب هلا في اشي اسمه individual. شو يعني individual؟ instance. فكيف بدي اعرف اقول ادوارد؟ انا طبعا قبل شوي بكيت معرف مثلا مان شو المان. هلا بس بدي اقول انه ادوارد سعيد هو مان. فشو بنساوي؟ نقول مان طلع نفتح الكوس مان ار دي اف اي دي ايكوال ادوارد سعيد كانتري ار دي اف اي دي باليستان سيتي ار دي اف اي دي جيروزاليم. ها هي عباره عن انستنسز مان بكون معرف. ها مان بكون معرف مان طبعا بكون بالطريقه اللي شفناها قبل شوي زيهم. فيش اول هي اول مش اول هذا اول يعني افرض انت بدك تكتب بس بدك تقول انه ادوارد سعيد هو هو انستنس لكلاس مان كنت معرف كلاس مان انديفيدوال اسمه انديفيدوال كلاس هون هون سوري شايف زي هاي هاي بعرف هاي هون تخيل مان بعدين باجي بقول هلا نوتس ذات ذير از نو واي ان او ار ام او يو ام ال او اي ار تو اد انستنسز اوف كونسبتس از بارت سوري هاي بارت اوف ذا سكيما. تقدر تخزن انستنسز في كلمه سكيما في العالم في هذول الاشياء؟ لا ما تقدرش تحط انستنسز صح؟ باليو ام ال تقدر تحط انستنسز؟ لا. طيب البروبرتي هلا البروبرتي هلا انتو بعالم
الار دي اف سكيما اخذته انه في عندنا بروبرتي صح مزبوط. اقول لكم اول شو اجت كالك غلط بزبطش بروبرتي. ليش بزبطش بروبرتي؟ لانه انا في عندي مش كل بروبرتيز بروبرتيز. في عندي انا مثلا كيف عالم اليو ام ال بيرسون في له اتريبيوت نيم وفي له فريند اوف مع انذر كلاس او وايف اوف او وركس فور مزبوط. هاي البروبرتي اللي هي النيم وهاي البروبرتي اللي هي وركس فور بيختلفوا عن بعض. لاحظين هلا بالار دي اف اس نفس الشيء مزبوط. او كلكم هم كيف بالار دي اف اس هي كانت بسيطه نقول بيرسون الو نيم شو يعني الدوم يعني ممكن لما نقول نيم شو الدومين تبعه بيرسون وشو الرينج سترينج يعني نيم دومين تبعه بيرسون والرينج تبعه سترينج بيرث ديت دومين بيرسون والرينج ديت ها داتا تايب. هلا وركس فور امبلوي ومن هاي الناحيه كومباني. هلا اجت اول شو كانت او لما يبقى منها لما يبقى الدومين الرينج إلو داتا تايب بنسميه داتا بروبرتي ولما يبقى من الجهتين مش داتا تايبس بنسميه كلاسز بنسميه اوبجكت بروبرتي. هلا نربط في عالم الار ام. في عالم الار ام لما يبقى الناحيه هاي فاليو يعني مش يعني عندنا مثلا في عندنا كلاس اسمه بيرسون وفي عندنا بروبرتي اسمها نيم وفي عندنا كلاس هو بنسميه اوبجكت تايب اسمه has name مزبوط person has name مزبوط. هلا هاي النيم هون بهاي الحاله غالبا ما بتكون value type اللي هي المقطعه. لما تبقى مقطعه هاي بصير داتا بروبرتي ولما تبقى مش مقطعه الناحيه يعني الجهتين مش مقطعه بنسميها object property. طيب اذا كيف بنعرف ريليشن بتوين كلاسز؟ بنقول اوبجكت بروبرتي او اوبجكت بروبرتي ار دي اف اي دي ايكوال اوثر. وهاي على فكره ما غيرناش شيء مش هذول من اجات من وين من ار دي اف اس ها فكو بنقول دومين ايكوال ار دي اف ريسورس ايكوال بوك وهاي الرينج بيرسون هذا اوبجكت بروبرتي. في شيء اسمه بروبرتي في الاول في الاول في يا اوبجكت بروبرتي يا داتا بروبرتي في شيء اذا داتا اذا داتا هاي بنحط داتا بروبرتي شو بتختلف ولا شيء يعني هاي داتا بروبرتي هاي اوبجكت بروبرتي ها هاي داتا بروبرتي بوك الدومين سوري تايتل دومين بوك والرينج سترينج وداتا تايب برايس لبوك والرينج انتجر فيش شيء ثاني بس انا بقول الرينج اصلا واضحه. طيب هاي سيميلر تو باينري ريليشنز ان ار ام بتوين ان انتيتي اند فاليو اوبجكت تايبس. هلا ناخذ بس شيء صغير جدا في شيء نسميه سبيشال كلاس هذا بس شغلات خاصة جدا. في اللي بنسميه التوب او اللي هو سكنا عنه قبل شوي الثينك اللي هو بنسميه باللوجيك بنسميه التوب. هذا ايش؟ توبينج ايفريثينج ها؟ يعني هذا عارف بالظبط بعالم اللوجيك شو هو الست هو مجموعة افراد المجموعة هم كل الاشي الموجود بالدومين والكلاس الثاني اللي بنسميه nothing هو empty المجموعة الخالية
هو عبارة عن empty نسمي أو nothing. هلا ليش بدنا فيه؟ well هذا بدنا إياه بلزم مرات إذا بتعمل intersection مع nothing أو union مع يعني أنت بتلعبين بلزم. وفي universal property اللي هي top object property. هلا أول top object property. إيش يعني top object property؟ ها طب اوبجكت بروبرتي كيف هاي للكلاسز هاي للبروبرتي ها اعضاء هاي هم كل العلاقات بين كل الاشياء هم كل الاشياء هم كل العلاقات اللي بين الاشياء طيب خلينا ناخذ بريك لهم. شوي حكينا عن new constructs في الأول كنا اللي هم إيش كانوا the class the individual وإيش كمان special the properties the properties the object property the data property وخذنا كمان اللي هم special هذول هم domain range من ال من RDFS بس بالأول أخذنا كمان special كلاسز اللي هم thing والnothing والunion property. هلا في ناخذ عن sub class axioms. خدنا sub class بس بدنا نرد في شيء جديد هلا شيء اسمه equivalent class وفي شيء اسمه disjoint class وdisjoint union. ها نشوف اول شيء sub class of. sub class of صراحة موجود بالRDFS يعني هو مش إشي جديد عليكم إطلاقا. لاحظ هاي في عنا مان سب كلاس أوف إيش بس على فكرة هو هذا مش أول إذا بدكم الصراحة ليش لأنه هذا إيش هاي سلام هاي RDFS يعني هاي النوشن أوف سب كلاس هي من RDFS أول ما ضغط سب كلاس او لانها موجوده بالار دي اف اس واستعملوا وبس في سؤال حلو هون على فكره في سؤال حلو بيقول انه هلا كنا كلاس هنا من انو كلاس هذا اول كلاس هل بقدر اعمل سب كلاس او أول كلاس ولا بقدر أعمل سب كلاس أوف آر دي إف كلاس؟ بقدر أعمل الاثنين اللي بدي إياه. هاي هون هي آر دي إف. هاي هون أنا مش معرف لأنه أنا هاي اختصار يعني. بس البيرسون هي كلاس آر دي إف. كلاس ممكن أكون معرفه في. آر دي أو أول. في آر دي إف إس أو أول. مش في آر دي إف إس أو أول. باستعمال اللي هي يعني كابلو بيا بيكون أول يا بيكون آر دي إف إس. وممكن على فكرة لما بتحط هاش هاي هاش شو معناها؟ انه بكون معرف وين في كلب الفايل اللي احنا بنشتغل فيه ممكن تحت ممكن فوق بس مرات انا ممكن ما يكونش هون اصلا يكون في مكان ثاني مزبوط بس بكون جايبين شيء بتكون مثلا تمارا معرفك بيرسون عندها بتيجي امينه لما تبني الانطولوجي تبعتها بتقول انا يا عمي عرفت مان هو سب كلاس اوف بيرسون بس مش عارف بيرسون انا سب كلاس اوف اتش تي تي بي سلاش كذا 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 بيرسون اللي هو معرفته مثلا تمارا في مكان اخر فما فيش اشي جديد نحكيه هون وهي بتعرفوا في موجوده هاي الاشياء في الاو ار ام وفي الاي ار وفي اليو ام ان السب كلاس طيب نيجي لشيء اسمه كويفلنت كلاس هذا فتح عينيكم معي مليح equivalent class انا شو بدي اقول انا بدي اقول عندي هون انا هي عرفت هون عرفت كلاس اسمه Palestine President ها Palestine President قلت انا هون انه equivalent class of
principal president of Palestine. ولا شيء. يعني في واحد معرف principal president of Palestine. واحد معرف. إبراهيم هيك معرف عنده بأنطولوجي عنده معرف هذا الكلاس. لما جيت سلام تعرف تعمل كلاس قلت هذا الكلاس equivalent لا هذا الكلاس. هلا لما نقول equivalent معناته 100% equivalent exactly. يعني كل إشي كايل إبراهيم عنه عن هذا الكلاس كايل إنه هذا إلو نيم إلو أدرس إلو 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 أنتي ها أنت هلا هون مش بدك تستعمل مثل ما هو بالمناسبة بديش تستعمل مثل ما هو أنت عندك أنت أصلاً عرفتيه وبتهلا بتقدر تضيفي الأشياء اللي بدك إياها لا 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 هذا ما فيش الهنا الناس بيجي نصب كلاس بالمعنى الانهرت بالمعنى اللغه ولا الانهرتنس مش بالمعنى الفني اللي بنعرفه للانهرتنس اه هو احنا بنضيف عليه كيف يعني هون بهاي الشكل اجى فلان قال عن هذا الكلاس له اسم وله تاريخ ميلاد وله اسم بالانجليزي اجى واحد ثاني قال هذا هو نفسه هذا وكمان ضاف عليه اشياء اخرى بصير الكلاس له اسمين وكانه كلاس له اسمين بس له البروبرتي تاعت هذول وهذول يعني الاضافات بتنضاف تنعكس على البعض اللي اخذ منه قصدي شيء اوفر رايد ايش اريد الناس ما بتعنيش هي مالهاش بصير له ثلثين لا 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 بعدين نقدر هلا شوي بناخذ اكويفالنت بروبرتي بس اذا ما حد مش عامل اكويفالنت بروبرتي بصير له ثلثين يعني اكويفالنت لا تعني نساوي ايكوال من بلا يعني الاوبجكت اذا اوبجكت دوت ايكوال اوبجكت لازم يكون نفس الاوبجكت اللي بروح جوا نفسها عشان اقول دوت ايكوال هذول لا 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 هون لا مش هيك لا هون بس المقصود انه انا عندي هذا الكلاس نفترض انه مش بس هذا الكلاس وفي بكلبه هون المهم سوري هون في هذا الكلاس كنا ابراهيم عامله في الانطولوجي تبعتهم تبعته وحاط انستنسز بكلمه حاط 100 انستنس انديفيدجوالز يعني وانت جيت عملتي هون بالستان بريزيدنت وعندك 200 انستنس لهذا وبعدين قلتي هذا كوفلنت لها ليش بصير ال100 وال200 هم كوفلنت لاثنين مش فاهم بعرفش انا هذا وين انت مستعمل equivalent وين انت مستعمل sub class of ممكن سالتوني سؤال انت انا مستمتعكم تسالوني ليش اصلا هاي الكوفيلنت ليش تلزم هاي تلزم عشان نعمل مابينج ميرج بين يعني اقول لكم مثال صغير اجت الحكومه الالكترونيه الفلسطينيه عملت كلاس واجت الحكومه الالكترونيه الاردنيه عملت كلاس بيرسون مثلا سمته وتر على فكره ممكن كانوا نفس الاسم بس ايش بس هذا موجود بمطرح هذا موجود بمطرح وبعدين صار دمج بين فلسطين والاردن واحد بده يعمل يقول هذا البيرسون هون هو نفسه هذا البيرسون هون نعمل مابينج بينهم هاي بتلزم عشان نعمل مابينج عشان نعمل ميرج ومش عشان نعطي اسمين للاشي يعني هاي يعني من ناحيه موديلينج غلط اذا انت بتقول هاي وبعدين بترد تقول كوفيلنت كلاس
لا شيء عندك انت يعني عندك تو كلاسز انت بعدين بتعملهم ايكويفالنت. هذا بصراحه يعني ومش غلط فني, هو غلط مش غلط سينتكس, تبقى غلطان اذا بتسويها من ناحيه الموديلنج. بس هاي وين بتلزمك؟ هاي بتلزمك يا عشان تقول عشان تعمل ميرج مع غيرك, لان هناك في انستانسز لهم هذا الاسم وهون في انستانسز انت تبقى عارفهم ومعطيهم هذا الاسم. فشو بتساوي؟ بتحط الايكوفالنت هاي عشان تجمعهم اثنين. هي حطت هاي الايكوفالنت لهيك لهي الاسباب. في اي سؤال ثاني؟ سؤال في السنتكس بس, انه لما نعرف كلاس عندنا نحط ار دي اف اباوت الاي دي ولا لا؟ اه شو هو الاي دي؟ بس اذا حطيت اي دي بتحط الاسم من دون نمبر ساين, اذا حطيت الاي دي بتقيمها. يعني اذا حطيت اباوت بتحط لا لا, اذا الاباوت معناته او بتعرف وين موجود هذا الشيء. اذا الاي دي معناته بعرفت, اذا الاي دي بتحطش النمبر ساين, اذا الاي دي بحطش النمبر ساين هذا معناته انا قاعد بعرفه هلا. بس هون انا ابقى معرف على فكره, هون انا معرف جاهز, معرف مسبق, معرف مسبق في نفس السكيما. هي معناها ايوه اذا الاي دي بتكون معناته انت اللي بتعرف شيء جديد. يعني اه هلا هاي بتكون انت كذا شيء معرف هذا الكلاس, بعدين بدك تروح تحكي عنه تقول هذا الكلاس يكون انت هذا الكلاس. ف على فكرة إذا بدك تقول إنه هذا يعني حطينا فلسطين فلسطين بريزيدنت وبرنسبل بريزيدنت اوف فلسطين وكينج اوف فلسطين ومش عارف ايش اوف فلسطين, يعني في أكثر من اسم, بدل ما تحط كل واحدة منهم هيك هاي بس عشان تقول يعني بتكررهم تكرر معناها. بس عشان اورجيك لانه هاي مرات بلزم يبقى الواحد يعمل ميرج من 10 داتابيسز وعامل انتولوجي لكل داتابيس وبعدين بده يعمل لهم ميرج. فخلص بقول هاي لو عندي 10 داتابيس بحط شو اسم هذا الشيء في ال 10 داتابيس. يعني هان اورجيتك واحده بس ولا اورجيتك يعني اكثر من واحده بس؟ لو كان في نفس البروبرتي نيمز موجوده في كل كلاس بصير لهم كله. قصدك نفس بيرث ديت بيرث ديت بيصير بيصير لهم كلهم تتكرر تتكرر. يعني مين بدل هي مش بتتجاهلها. ما هو اقول لك شو اللي بيصير هلا, اذا حطيت اذا هذا له هات نرجع لها, هان انت معرف له بيرث ديت وهان معرف له بيرث ديت ماشي. هلا لاحظ البيرث ديت شو هي؟ ديت ديت ايه سوري بيرث ديت بروبرتي. هلا لاحظ انه هاي يعني وكانه تكرر نفس اسم البروبرتي صح؟ فيعني سواء هاي او هاي تقدر تستعملها. اتفقنا؟ لو كانت مختلفة طيب في شيء معين بتصير ثنتين. هل في نفس الاسم من هاي البروت جاي من هون وهاي البروت جاي من هون؟ لا هلا سوري. سوري هو اصلا انا ماني مستعمل بدي امشي معك من ناحيه المنطق, بعدين اقول لك في اشي فني بخليهن يختلفن عن بعض. فمن ناحيه المنطق بالضبط يعني كل اشي انت يعني انت زي تقول في واحد اليوم شفته فات الدار بك لابس بلوزة حمراء ولابس بلوزة كندرة زرقاء وطويل هالطوله هالكد ومش عارف ايش, واجا بعدين محمد اجا قال انا اليوم برضو شفت واحد طول ايده هالكد طول اجره هالكد, بس انتم بتحكوا عن نفس الواحد هلا. او اجا واحد ثالث جيت انا قلت لكم ما هو نفسه. شو انت بتبادر لدي هناك؟ انت مواصفات هاي مع المواصفات هاي مع السلامة. اتفقنا على هاي. طيب بالضبط. هلا كمان البروبرتيز اللي بدي اقول لك اياه هون انه هاي مش زي كلاس اليوم ال انه تدمج الثنتين مع بعض. هي كلمه بيرث ديت مش لهاي, هي مش بروبرتي لهاي,
زي الار ام واليوم ام. البيرث ديت هي شيء لحاله. كمان مره البيرث ديت هي بروبرتي. يعني انت ما لما انت جيت عرفت لما انت جيت عرفت الانطولوجي تبعتك هون عرفت فلسطين ريزيدنت هون عرفت بيرث اوف دير بس الدومين تبعها بكها صح ماشي التفكير. وفلان لما عرف هاي نفس الشيء سوا هون عرف برينسيبل بريزيدنت اوف فلسطين هون عرف بيرث دير. هلا لاحظ انه هاي شيء وهاي شيء. يعني يا جماعه هون احنا منسويش سكيما عشان نعمل انهيرتنس للبروبرتيز. احنا ما بنسوي سكيما عشان نعمل انهيرتنس للبروبرتيز. احنا كل اللي بنعمله انك انت بتعرف فوكابيولوريز. هاي فوكابيولوري صح وهاي فوكابيولوري مزبوط. ها البيرثديت فوكابيولوري ثاني. يعني تشوفي يعني بمعنى اخر تشوفوش انه هاي سكيم هذا كلاس له بروبرتيز وهذا كلاس له بروبرتيز وانهيرتنس. شوف هاش الطريقه هاي. شوف انه البيرث ديت لحالها تحطهاش مع هاي وتحطهاش مع هاي. البيرث ديت هذيك هيك بدي اقول لك اياها يعني من منظور ثاني. البيرث ديت اللي انت تعرف فيها انت اللي بتعرف هون انت حطيت الدومين شو هو فلسطين بريزيدنت الدومين. وابراهيم لما عرض هاي حط الدومين تبع البيرث ديت شو برينسيبل بريزيدنت اوف فلسطين. هلا هيك تشوف قول اه بعدين لما احط انها هاي كوفلنت لهاي بيصير هو اللي بعرف البيرث ديت يستعمل يا هاي. يعني افصل بين البروبرتيز تبعت هاي والبروبرتيز تبعت هاي في مخك. فاهمين علي ولا ابراهيم؟ يعني ناقشوني يعني انه احنا هلا اذا عرفنا البروبرتي بيرث انه موجود بلسطان رسدان موجود برينسيبل يعني فاحنا ليش نستعمل لما نقول اكوفلنت نقول يعني يا يستعمل بالمبدا انه هاي نقدر نسميها والثاني مش انه بدي اشوف الامور انه هاي البروبرتي تبعت هاي زائد البروبرتي تبعت هاي. مش هيك اشوف. انت قول اذا بدك تشوف شوف قول الانستنس تبعت هاي مع الانستنس بصيروا نفس من نفس النوع. هيك يعني احنا جزء مش فاهمين لانه وصلناش لمرحله انه نستخدم هاي التخصص جزئك مش فاهمين كيف بدنا نطلع المعلومه اصلا. لا هو باختصار عشان ابسط الامور وهي اسئلتكم طبعا يعني هاي منطقيه 100% بس باختصار افضل شيء انت قول اوكي انا في عندي تو انطولوجيز وبقدر اعمل ميرج بينهم بس احط هاي هو كوفرنت لها بس مش شيء ثاني. طب ثاني بس معلش كيف لما قلنا اباوت بي هون بس بدي اسال سؤال اذا قلنا الهيومن بيرسون بينج ايكوال ايكوفالنت لهيومن نفس الشيء لبيرسون. هل يعني الهيومن بيرسون بالضبط اذا هاي ايكوفالنت هاي وهاي والبينج ايكوفالنت بيرسون معناته بيرسون ايكوفالنت لا الهيومن بيرسون انه اذا هاي ايكوفالنت لهاي وهذه ايكوفالنت لهاي معناته هاي وهاي ايكوفالنت. خلص الثلاثه يصيروا ايكوفالنت من ناحيه الانسان فكرش بالبروبرتي. طيب هلا ناخذ عكس الكوفيلنت شو ذيس جوينت في عندي اوبرا سب كلاس اوف ميوزك دراما هاي كلاس اوبرا سب كلاس اوف ميوزك دراما. بعدين جيت قلت في عندي كلاس اسمه اوبريتا هو سب كلاس من ميوزيك دراما وديس جوينت ويل اوبرا. المقصود هون شو شو يعني ديس جوينت
يعني انه فيش بينهم ولا انستنس مشترك. اذا كان الانستنسز تبعون بيرسون مثلا في وزارة, اذا بكون ديسجوينت مع بيرسون في وزارة ثانية, معناته مجموعة الناس اللي في الوزارة هاي هم مختلفين تماما عن مجموعة الناس في الوزارة هاي. مش ممكن نسمح لك هيك انت بدك تقول, يعني لما نحطها احنا او اذا انت حطيتها معناته بدكيش تسمح لنا انه يكون في انستانس لبيرسون في الوزارة هاي وبنفسه نفس البيرسون في الوزارة الثانية. بالضبط, مثلا يشتغل في وزارتين ممنوع. فبالتالي بنحط اللي هي disjoint with. طب سألتوني السؤال, هل ايش تلزم؟ كلكم ايش تلزم؟ في حدا بمنع يقول, يعني انت على الويب سايت تبعك او في الوزارة تبعك بدك تقول فلان وفلان وفلان هم نوعهم كذا, ها؟ هلا انت, انا بدي اجي اقول او هذا غشاش اللي كاتبها, انا بدي اعمل ديسجوينت منه. هي على فكره مش كثير بتلزم بالمناسبه, يعني انها اصلا الاشي باي ديفولت ديسجوينت الا اذا حطينا عنه قبله. مزبوط ولا لا؟ بس كأني بدي اكد ديسجوينت انه هاي وهاي فيش ولا انستانس بينهم مشترك. لاحظين؟ طيب ناخذ شيء ثاني اللي هو all disjoint, اللي هي زي ما قلنا قبل شويه, هاي حطينا description type resource all disjoint classes. طلعوا كيف في عندي هنا, هاي على فكره interesting انكم تنتبهوا لها. ها من هون بدي ابلش, في عندي هون شيء اسمه members rdf bars type collection, يعني معنى اخر عرفت كوليكشن بعد موجوده بالجافا هاي كوليكشن, ها كوليكشن يعني كوليكشن اوف ممبرز. شو نوعها؟ ملهاش نوع, هو كلاس ملوش اسم. هو ايش بالمناسبه؟ هو كلاس بس ملوش اسم. شو هذا الكلاس؟ فيه ممبرز. الممبرز هذول كلاسز, حطيت بيلدينج وتري وبير. هلا انا شو بدي اقول اذا بدي اقول يعني اول ذس جوينت وير, يعني وكاني عرفتي. هلا بقول في عندي شيء التايب تبعه, على فكره هاي مش اسمه, هذا التايب. التايب انا بدي احكي هلا عن هاي. التايب تبعه ايش؟ اول ذس. هاي التايب يعني زي داتا تايب بتيجي هون معناها all disjoint classes. يعني في, يعني كان عرفت كلاس الطايب تبعه, او سوء هو مش عرفت كلاس وعرفت كوليكشن. الطايب تبعتها all disjoint classes وحطيته هيك, معناته انه هذول كلهم disjoint مع بعض. في نفس فكره, يعني لو اني اجي بالطريقه هاي واكررها بصل لنفس النتيجه, بس مرات بكفي عندي كميه بديش اكتب لهم كل واحد جملة, طب اكتب لهم هاي. ماشي؟ واضحين لحد هلا؟ طيب شو اسمه الكلاس؟ شو همي؟ كوليكشن هذا كله كيف اوصله؟ مالوش اسم. عارف كوليكشن من قبل تعرف التاج من اول كلاسز. انه كلهم مع بعض. سؤالك كمان مرة بجوز اللي مش فاهمين عليك؟ يعني معرف كوليكشن معين كيف بدي اوصل لهي كوليكشن؟ يعني عرفتها هي ديسجون اسمه كلاسز. ايديا فيش هذا ايديا. شو بدك توصل بالضبط؟ شو هي الكوليكشن بتاعت الديسجوينت ويذ؟ هلا احنا في كوليكشن ثاني بس بتاعت الديسجوينت ويذ ليه بدك توصل؟ بخلص انت قصدك بس تقول عن هذول انهم ديسجوينت بس. انت علي؟ هلا بنشوف الكوليكشن الثاني بيلزم يوصلها. هلا انا شو بدي اقول؟ disjoint union of
أنا بقول لي شو معناها؟ This joint union of. يعني في عندي person قلت عنه this joint union of هو collection male وfemale. تعرف ORM؟ مستحيل. في ORM في كان عنا كان عندنا المره الماضيه كنا نرسم هذا الكلاس سوري انا عشان رسماتي مش حلوات كنا نحط هاي هلا كان نحط هاي و بينهم اكس وبعدين كنا نحط واحدة هيك واحدة ثانية هيك وكنا نشبك هاي مع هاي وهاي هيك كنا نحط هاي مثلا اكس اكس وهاي نقطة ها زي هاي مثلا نحط اي وهان بي وهان سي هيك بالاور ام كنا نرسمه مزبوط هلا هاي شو معنات لاحظوا اذا اي شو معنات الاكس هاي يا رانيا بين بي وسي سي ناش هاي هلا اكس انه هدول يعني ما بتقطعوا انه بي وسي بتقطعوا شو يعني انه كل واحد يشتغل فيه اذا بس ممكن يكون في شيء في اي لا هو بي ولا هو سي صح ولا لا مظبوط بس اذا قلنا عن هاي هو كل واحد هون كل انستانس هون هو انستانس هون اي سوري العكس كل انستنس هون هو بالضروره انستنس هون بس مش العكس شو يعني يعني ممكن يكون في انستنسز هون مش موجوده لا بي ولا بسي هلا اذا حطيت الاكس هاي معناته بي وسي بتقطعوش طب اذا حطيت النقطه هاي اللي بنسميها توتال هاي اكسكلوزيف هاي توتال معناته في معناته فيش شيء ب اي الا موجود معناته اليونيون يعني معناته بي سوري اي هي يونيون بي وسي ومعناته انه بي وسي الانترسكشن تبعهم نصب هاي هي بالضبط الثنتين مع بعض اللي هم ديس جوينت يونيون فبيرسون احلى شيء الميل يعني بيرسون ميل وفيميل بيرسون ميل فيميل وضحت كيف نكتبها كمان لاحظوا كيف كتبناها لانه ممكن يكون عندي 10 20 كلاس فشو بحطهم ديس جوينت يونيون اوف بحط الكوليكشن بحطهم كلهم مع بعض معناته بصير بيرسون اليونيون تبع هذول وبس هذول كمان ديس جوينت طيب ناخذ مثال ناخذ مثال نحط او ار ام نحط ORM شباب هحطينا بيرسون يلا شو شو طالها بالأول هون يا إبراهيم مع بعض خلينا إذا بتسمحوا يا صبايا لو لو سمحتوا مش عارفين نشتغل شو أساوي في عندي بيرسون شو أساوي شو اكتب هون؟ هاي تمارا شو المقابل بالاول؟ اول كلاس كملي ار دي اف ريسورس ولا اباوت ولا اي دي اباوت وهون لاحظ حطيت بيرسون حطيت هاي ايش هاي؟
هاي بس نيم سبيس يعني انها هذا المثال تبعي. طيب هات نضيف كلاس ثاني كلاس لسه ما حد معمل مش انا صب كلاس بعد كلاس نعمل ها فيميل حطيت صب كلاس بكمل بقول هذا الكلاس عرفت تبعكم سلايدز ما هي مشكله هاي طيب هذا صب كلاس اول في بيت اذا بضيف واحد ثاني بقول كلاس ميل وهي السب كلاس تبعته طيب نحط هاي ديز جون الاولى مش اليوم مش ديزيون تاني الام لا حطيت انه هاي اذا حطيت هاي بقول يعني معناته في ميل سب كلاس اوف بيرسون وديز جوينت مع الميل واذا حطيت هاي ها ساعيتها ممكن اغير ممكن شو اساوي بجوز ما يلزمش هاي ما تلزمش هذولا فشو بقول كوليكشن ميل وفيميل زي ما اشرحناها قبل شوي ليه هذا مثال طيب هلا ناخذ اذا اول مجموعه من الكونستراكتس اخذنا الانديفيديوال اخذنا الكلاس الانديفيديوال الاوبجكت بروبرتي والداتا بروبرتي اخذنا سبيشال كلاسز بعدين في المجموعة الثانية شو درسنا يا رانيا؟ الإكويفلنت والديسجوينت والديسجوينت يونيون أوف هلا بدنا نأخذ ثلاث جداد إيه سوري مش ثلاث ستة أوبجكت سب بروبرتي سب بروبرتي مش سب كلاس سب بروبرتي إكويفلنت أوبجكت بدنا نأخذ برضو إكويفلنت بروبرتي طبعا هون انا بنقول اوبجكت بروبرتي بنظبط الداتا بروبرتي بنظبطش اكويفالنس سب تايبس واكويفالنس بين البروبرتيز اذا كانت او داتا بروبرتي اذا كانت داتا بروبرتي هي بس للاوبجكت بروبرتي ما بتظبط للداتا اصلا لا وعندنا اذا سب تايبس اكويفالنس ديس جوينت اند